20 أو 15 عندك ولا ما عندك؟ 20 من الوحدة الظهر اللي هي 12 بالليل اللي بتعرف فيه. والله أنا ما أعرف صح ولا مع عدد 24 ساعة بس وما أعرف اللي بتعرف فيه. 20 5000 من الوحدة لل 12. أستاذي العزيز، أستاذي العزيز، كل الناس هسه إذا تسأله بدون علم وبدون فكر يقول لك غالي. يحكي هاي مجالدة، هاي رقم شقاوي لا يطلع لنا منه ولا ينطي اسمه، بس ينطي عنوان المولدة ونوع المخالفة. واللي خالف أي واحد يخالف منه أنا عاد أحكي عن المخالفين أصحاب المولدات. أي واحد يخالف 500,000 أقل غرامة وتصل للمليون. زين أي مولد خالف. هاي الفقرة للمناطق المتعاصفة والفقيرة، يكون للمشترك حرية اختيار نظام التشغيل الكهربائي إما 24 ساعة وحسب العداد أو من الواحدة ظهرا إلى الساعة 12 يوم بسرعة السعر المقطوع 5000 دينار. جينا اليوم طلبا إلى مناشدة المواطنين في منطقة الفاروق وحظيرة السادة بخصوص شكاوي على أصحاب المولدات وبسعر العالي المستخدم من قبل أصحاب المولدات. تم توضيح أسعار المنشورة في تعليمات لجنة المولدات إلى الأهالي، وهناك تشغيل لسعر الأمبير مقطوع بمبلغ 5000 دينار من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 12 ليلا. هذا السعر للمناطق المتعففة والفقيرة والعوائل كذلك المتعففة والفقيرة، ومعظم المواطنين الموجودين في هذه المناطق يجهلون هذه التعليمات. سوف يتم تبليغ أصحاب المولدات في تعليق تعليمات الصادرة من لجنة المولدات المركزية في ديوان محافظة نينوى على جدران المولدات أو داخل المولدة، لكي يعلم المواطن في أي نوع من الاشتراك يشترك فيه الاشتراك الشهري، لأن أكو اشتراك شهري على العداد تشغيل 24 ساعة وأكو تشغيل مقطوع بمبلغ 5000 دينار من الواحدة ظهرا إلى 12 ليلا. هاي التعليمات اللي هسه بتوجهها انت ما يخص 5000 دينار للكيان، بس حدود الجانب الايمن ومناطق متعففه لو مشمول بالجانب مجمول الجانب الايمن والايسر واي عائله متعففه مشموله بهذه التعليمات. لين يتبع التعليمات من اي مخالف من اصحاب التعليمات اكو غرامات ماليه تطبق عليه، وكثير بعض ما الكثير وانما بعض من اصحاب المولدات تم تغريمهم بال 30 او 40 مولده مبلغ 500,000 دينار. أصحاب الالتزام بالتعليمات واطلاع المواطنين على التعليمات الصادرة من لجنة المولدات المركزية، ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات المالية. وضح لنا الصورة اللي كانت غايبة عن المواطن، خاصة المواطن الفقير، انه اكو اشتراك من الوحدة الظهر لليل 12 بالليل اشتراك ب 5000 دينار، والخط الذهبي يسموه ب10 وربع على العداد، يعني على العداد 24 ساعه احنا نسميه الخط الذهبي. فاللي نرجوه من الحكومه المحليه انه تدعم المولدات بالغازوايل حتى يساوى الفقير والزنقيل بالاشتراك، يعني انه يكون 5000 دينار على حتى الفقير مثلا بالتسعة الصبح يطفل الوطني. ما وضح لنا الصورة، ما وضح لنا الصورة. عامة أجد الاشتراك 10 وربع، أعطينا 10 وربع هذا الشهر المضي، 10 وربع أعطينا القبله 5 بداية الشهر قبله والبعده هم 5000. بعد ما 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 شو اسمه ما حددوه لحد الان، غير العداد 25 بالشهر يقرا العداد وعلى ضوء العداد ننطيه. مطالبتنا انه ينظرون الى الموصل بعطف، والحكومه المحليه اكررها تدعم المولدات بالغاز وايل حتى تنزل تسعيره الكهرب. هذا من لجنة المولدات انه ساعدنا بطلبنا انه الحكومة المحلية تدعم المولدات بالغاز وايل حتى ينزل
تنزل التسعيرة. هو استجاب طلباتنا من خلال قناتكم الموقرة وجاء إلى أرض الحدث، إلى أرض الواقع، إيه، وانطانا رقم التليفون مال الشكاوي، أي شكوى على المولدات على الشكاوي مباشرة، والرقم عندي كل من يريده خليه ياخذه.